شاب كيف ابهر شافك بله خوشکو برای تیجا از ناو مالای زیدیا اوفنباخ از عیدا و حموشکا پیروزید کم و هر سال بکم خیر و خوشی هر کسی که آماده بوی سرسرا و سرچاوه آتن نوجی مام خلیل بوزانی ده چند آخفنا بوا پیشکش کتن و پیرا ده آخو براتن و قصوری نگرن هکر که ماسیا کبتن از ابناو مالا ازیدیا از لبورینا خود خوازم نوشی بی آخفتن هر کسی که جی خودا هکر دقیقه کش با جنگوریت ازیدی و ازید خانه هکر دقیقه که بسکنن کرم کن راب نصر خو بله کرم کرونن دعای خدا خیر و حموش کا قبول کرد و خدا حمو روزیت و حموش کاجی قبول بکاتن نوجی مام خلیل دی بوا هندک آخر نه پیشکش کاتن تمام گلی خوشکو برا هل کفتا ججن ایزی یا 2023 ایدا و حمو پیروزی بد خدا روزیت و حمو قبول کرد ایشالله خدا خوشیا بدات و خیرا بدات و انشالله دائما ام حسا الوانجی اب گهین ایک بخیر و خوشی دیانت ام از دی دیانت کی گله کی کونا ما چار عناصر طبیعه و تین ام ریزل ادگرین بای و آف و آخ و آگرا اف هر چار عناصر طبیعی بما دين ازديا قلكت مهمن سرخاترا وان هر چار عناصر ام وتهين السروج في دنياي يعني شو انسان شو نبات شو حيوان نقار تعيش بت السرفير في دنياي هكا عناصر كجوان ني موجود بت اجبر هندي ام قلك ريزي الانسان يدقرين الحيوان يدقرين النبات يدقرين وأفرجت إزي تقديسة بوي نباتي وبناني هون بينن يعني وقت إنسان إزدين هو نانا كي بافش تدرهانة بجت يانا في خدي مسير رجت إزي وتان رجا شاري عيدا جبت بشتينو هندك بسيارش كده هبن لازم حساب أخو بكان هندك دياري جي وتان مالهيرا جنك واهي أشري خراوة آي جي اف إما اف جنا عمري به 83 ساله اوا 9 ساله بو ازدیا کارو خبات اتکت 22 خشک و دایک اتما ادس دا اجدا و بردای و قالك هاري كار يا ازدیا واكري اختيما سيويا نخوشا كمنداما نابيجي كاترين بون مولارا اسيفيت كمبرا چپکا كباش بخوتن نو اسیفید کم هر انسان کی ازدیاتی دلیده بلا کرم کن پا
بيش بابين بو أخو براتا وزيارتي بين ورب العالمين خيرها وحموها قبول كات وأم خير هاتنا يا تيما كوما ميرت كاين و ساز فيديو يا خطاري وشيخ ما شيخ كمال أو دي أخو براتا بريفابات رب العالمين خيرها وحموها قبول كات وكرم كان وانا سر أخو براتا خوشکبرات جایگ دقیق دی آخبارات نجوره همه هاتن آخبارات پشتینگید قارن زیارتی بن. بله خوشکبرات جا نوجی یک دقیق اون قارن رابن سکنن دی آخبارات نجوره که زحمت نبتن هر کس که جی خودا بلا رابن سکنت و بدنگی بپارزدن.
آتش دانان چنگود سبقا قوی مثلا روجیا روجی کبن کبنیاوانش چیت ایت کبنیاوان وقت ساله و مثلا تایوا کانون ایدا کانون ادباویا ازد یادا اتوه هیویدا کونا دنیای عرجبریه بوچید بینه کانون مثلا کونا دنیای اتوه هیوا کانون ایدا هیوا ایکیا و هاتی دانان چنگود سبقا که قوی داده بیشت بخشی بینی جبارا وش باوياتي فروارا اوي هرد والدما ليك ركوبان دكرنا صالة من ايك دفيتي عيري في زالة وبيتش مرة بدت بيانا كا بنياتا هرد والدما ها كجانا بنياتا هرد والدما يعني سري هرد والدما ها كجان مها اش قولي فخري زرغولا هرب عرفة وهرب نازبونا بنياتا هرد والدما ها كانونا ما قانون بنیاتا هر دوازده مهایا کوکا حمو مهایا پیشا حمو مهادایا چنگو عرد خودی اتوی حیوا قانون دا جبریا او اینیا اول اش مها قانون ازدی سی روژات گرن و روژات چارید کن عید ایک جی اپ کونا دنیای بگری دایا یا دی ازدیا چندیت روش هات برب کرتی چو از دی ملتا کی گردائی رونائی نا گردائی رونائی روشی نا یعنی ایرو روش رمزا کی مهمت بینن از دی روشی چنگو که روش نا بجیانا بشری شک سر روی عرده نابد و دنیا شک نابد معیشت شک نابد روش رمزا کی گلکی مهمت دنیای دا هم رونائی هم على مثلا رسقي و بنياتي و عردي و چه بناتشتي و اكا روش نابد چه نابد يا مهم از دي روشي غلق رمزك مقدس بينن روش برب كرتي چو توه مسلي دا از دي دا خوازاوان او بو توه كونا دنياي دا تحيبا قانون دا و چو جارا طالي جي رونعي نگريت و از دی ملتک بون هر گردای رونای بون مثلا بتریاوی یا گرتنا سی روژیا و روژا چارید بتعید اوی تشتی با یا گردایا و ایشک رمزی پیگ وجیانه یعنی وقت بشر مثلا ایده که چپ کت رمزی پیگ وجیانه شکت وان ایده دا گلک جارا سلعه چید بن و خلق چتا مالت ایکودود بورت و دلی خوری کو دو خوشت کان و ایکی مشاکل ها بین و یا مهم از ویدا سلطان زی از الوحمو کا پیروزید کم القنصل عام ای عراق و ریگرتی هاتی مشارکه بجالیا خویا ازدیا یا عراقی بکت الگلوان مشارکه بکت و بیت ایدتوان پیروزی کت ام گلک بخیر هاتنا وید کهیم قالك بخير هاتنا فراو كاترين او شكل منظمه كي براي خليل وفراو كاترين المنظمه وان يا هالي كالا ابهن دصالا الولاتي بمسائل هالي كالي والهردري ونامل عراق تن القلق جيدي یا هاریکارا اون هاریکاریت بن گهینه بردسته کسایتت فقیر و بلنگاز و بالوانی کفتی سرکفتنه که مظن بو انسانتا که وکی فراو کاترین اکوی عمر خودا و غوصا او وقت خود دتا به خزمته به خلمتت کد و چتل نابا خلقه و عالمت گرد و هاریکاریا وان ناب منظمه وان دنا خلقه و عالمه سعطا بشه خوش بتو خدمتا بشه که قبول بتو مالا ازید یا اوفنباخ از سرکفتنه که مذب و کارمه دید مالا ازید یا اوفنباخ اتوازم هر سرکف چی بن آفرم سعطا و خوش الهر جه کی ازیدی تیدا بن ازیدی البرخو بدن ازیدی پینگادت باشی پا بن ازیدی نهیلن یعنی اما خیره هر مزنا وقتی انسان بتا سبب ایرو البان ولاتا اف کیجو کرد ما البان در کار راد بن وقتی بینو ایکودو ببینن و ایکودو بناسن و
وكيف عوان بيت روجا كوصاب كيف خوشي در باسكن أبش خيرا هرمزنا خيرنا هما أوا تودي خوانا كده إيكي آن دي چاد نارا ده إيكي خير هرمزن أوا أو كساني بن السبب يدل خوش كرنا خلقه وعالمه وكتوك وجيله إيزيد يا إلبان والله تاراد بك هم أدزان هجا بنافي كومامير وبنافي ساز فيديو في ججنا روجيا لملتي زيد خاني بتايبت لوان جانغوري حفته وشار فرمانا ولوان خشكي غوهين قرتي دزنداني خيرنخواز هذا ام في ججني بنافي خو بنافي و لوان بيروز دكن والإزداء توا وهر كسي قو بإزداء ارتساكين الوانجي بيروز بي استرانك هولا هولا طاوسي ملك أما حاضر كريه أز إفيدار مش ميفانا جبر نافي طاوسي ملك وكارب إيه كارب بسكنين ونستر خو بسكنين حتى قو استران خلاص بي استران بنافي طاوسي ملك هولا هولا طاوسي ملك إيه داوي دنك تيوة إيه داوي إيه هاري تالي دنك تيوة كاد استيه خلدنا أزبيفين دنك تيوة نايوة آه تمام دكا ایک عرب راب راب سر خوش کرم آخو شبکی و بھبرت شبک We'll be right back.
بيجي جوره قبل بس يوصل هولا طوس ملكه هولا 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 بله خوشکو برای تجا خود خیره و حموش که قبول بکد او سلطان ازی روژت و قبول بکد خیره و قبول بکد جاره کدیون حمو سر سرا و سر چاوه آتن قصود یکه ها بشی المنه گرن دیسا از بخیراتنا کما میرد کم گلا حوزانا از بخیراتنا واند کم اون سر سرا و سر چاوه آتن و بخیراتنا که گرم کامی روانت خوص از ویدیو اون سر سرا و سر چاواتن نوجی هون و کم امیر قربانم قربانم نوی تن زانم قربانم قربانم کچه نوی تن زانم مرکت بمرم یا ربی خود و زمیوانم مرکت
جب دنیو وی من بیشاده عمر سواره رومیو دیده بی کوزه عمر وی بخنجریو خلیلی دلان ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. بمناسبة حلول عيد صوم يزيء المبارك يطيب لي باسمي ونيابة عن البيت اليزيدي في أوفنباخ وجميع الحضور من الجالية العراقية في ألمانيا أن نتقدم إلى سعادة القنصل العام لجمهورية العراق الأستاذ دريت العوادي وكادر القنصلية بالشكر الجزيل على حضورهم بيننا. كما نثمن جهودكم الكبيرة وسعة صدوركم في تسهيل مهمة معاملات هذا الكم الهائل من المراجعين ومن مختلف أطياف الشعب العراقي. كما يجب أن لا ننسى دوركم الإنساني والأبوي الكريم في مبادرة تقديم التسهيلات الاستثنائية في مساعدة أخواتنا وأمهاتنا من الناجيات الإزيديات سواء كانت من مكتب القنصلية أو عن طريق إرسال موظفيكم إلى مناطق سكناهم في مقاطعة بادن-فورتنبرغ. شكر خاص للأستاذ عامر أيدو أيضا على دوره الإنساني طوال السنوات المنصرمة في القنصلية كأداة خير ووسيلة بين الجالية العراقية دون تمييز من جهة ومكتب القنصلية وسعادة القنصل العام من جهة أخرى. شكرا لوجودكم ووجود الأصدقاء المرافقين بين أهلكم ومحبكم مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذ. عندك كلمة أستاذ تفضل. بسم الله. أخواتي أخوتي الأعزاء، يطيب لي ويشرفني أن أتقدم إليكم بأزكى التبريكات والتهاني بمناسبة عيد الصوم لأبناء الديانة اليزيدية، هذا المكون الأصيل من مكونات شعبنا الكبير. واسمحوا لي وبشكل مختصر أن أشكر ما تقدم به الأخ نيابة عنكم، وكذلك أود الإشارة إلى شقين أو أمرين. الأول، استذكرنا في يوم 10 كانون الأول ذكرى انتصارنا على عصابات كيان داعش الإرهابي التي قامت به جميع قواتنا المسلحة الباسلة البطلة والتي أعطت الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أراضي الوطن وشرفه
وترابه وبناته، ولا يفوتنا أن ننسى أبدا ما تقدم به سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني بفتوى الجهاد الكفائي، والتي سرعان ما لبى العراقيين هذه الدعوة للحفاظ على كرامتهم وشرفهم وشرف العراقيين والعراقيات. وأود الذكر هنا أن ما تقدم به الأخ نيابة عنكم لهو واجب على القنصلية أن تقدم لكم أفضل الخدمات بما تستطيع أن تقدمه وفق القوانين والتعليمات السارية. إنما تعرضت له أخواتنا من الناجيات اليزيديات وأولادهم كان عملا مرهون بأعناقنا نقوم به من أجل التنسيق مع الجهات العراقية المختصة، من أجل النهوض بالمهام التي أكلت إلينا وإصدار المستمسكات الخاصة لتأمين حياة كريمة حتى العودة إلى أرض الوطن. أخوتي وأخواتي الكرام، لا زال بلدكم العراق يمر في ظروف صعبة، إلا أن حكومة الخدمات الوطنية وبرئاسة دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني تقوم ببذل أفضل الجهود وأقصاها من أجل توفير خدمات أفضل والقضاء على الإرهاب وتوحيد صفوف العراقيين ودرء الفتنة عنه. وفقكم الله وبارك عيدكم البهي هذا، وشكرا جزيلا. حلاوة وطيب للياكل من تمرنا، نحب نسمع كلامك من تمرنا. حلاوة وطيب للياكل من تمرنا، نحب نسمع كلامك من تمرنا. تميل البصرة كلها من تمرنا، وقشط العرب ياخذ تحية. بعونك يا وطن يا ابو الحضارات، بعونك يا وطن يا ابو الحضارات، احضنك لو صرت كلك سكاكي. بعونك يا وطن يا ابو الحضارات، احضنك لو صرت كلك سكاكي. أريد أحشي ومن يصدق هالخرافات، إلك حب السوالف عالسلاطين. يا أبو الخير أنت تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساكين، وعيالك مساكين. يا أبو الخير أنت تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساكين. والله كلكم عيون يا ويلي. هلا
آخ 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 علاوي ابني كبر وبصف الأول صار شنطه أول درس انطاه دور ودار علاوي علاوي ابني كبر وبصف الأول صار شنطه أول درس انطاه دور ودار يا بلانان أنا سألني الطفل إيش يعني باب الدار أنا سألني الطفل إيش يعني باب الدار قلت الدار يعني الوطن والدور يعني الجار قلت الدار يعني الوطن والدور والدور يعني الجار قال لي باب غرفتنا هي وطن أنا 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 قال لي بابا غرفتنا هي وطن قلت له قلت له ولك بابا غرفتنا وطن بس وطن بالإيجار يا به يا به يا به يا به اوف اوف معلم على الصدمات قلبي بل يشبو جنبي قنصلية اعراق الباجري المانيا هرات ناويركن الغنية اهداء للقنصلية شرفتونا اهلا وسهلا بكل الموجودين ان شاء الله اليوم أغاني عربية أغاني كردية وأحلى حفلة للكرام وكل سنة وانتم سالمين كل اليزيدية وكل من يشارك اليزيدية